ولكم منا جزيل الشكر والاحترام. الله عليه عظيما. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخبير، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المعلم الهادي البشير النذير. إطار متابعة تنفيذ برنامج شهر رمضان منظم على مستوى مختلف المؤسسات الشبانية والرياضية عبر مختلف بلديات الولاية، نحضر يعني في بلدية الصبحة على مستوى دار الشباب فعاليات مسابقة ترتيل وتجويد القرآن الكريم منظمة من قبل دار الشباب بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين. شيء جميل ويشرف يعني هذه المدينة أن نرى أبنائنا وبناتنا يعني يشاركوا بقوة في هذه المسابقة المتعلقة يعني بتجويد وترتيل القرآن الكريم. بالمناسبة هذه أنا أشكر يعني جمعية العلماء المسلمين ومؤسسة دار الشباب الصبحة على التنسيق يعني الجيد اللي مكننا من نجاح هذه المسابقة، ونشكر كل المشاركين وبالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إداري والمدير المدير دار الشباب على هذه المسابقة، واليوم إن شاء الله الحفل الختامي للمسابقة، مسابقة براعم القرآن الكريم، والذي حضرها الأولياء والطلبة وممثل الأمن، وحضرها كذلك رجال الإعلام، نشكرهم جزيل الشكر، فهم متعاونين مع هذه المؤسسة مؤسسة دار الشباب. والمسابقة يعني بعد التصفيات كان هناك الأربع الأوائل، فكانت مسابقة في مسابقة يعني في بداية يعني بداية مرحلة في الصبح، لأن غير أول مرة. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الأيام المباركة أيام القرآن الكريم نتمنى لأبنائنا ولبناتنا النجاحات في هذه المسابقة، وكذلك في الدراسة لمختلف الأطوار، وبالأخص في نحن مقبلون على نهاية امتحانات الأطوار الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعرفكم بنفسي، أنا ممثل عن مجلس الشعب البلدي لبلدية صبحة، نيابة عن كل رئيس بلدية صبحة والنواب. نشكر هذه المبادرة التي قامت بها دار الشباب قدو رحميسي في تكريم الطلبة وحافظين القرآن الكريم، ونشكركم من ساهم في إنجاح هذا العرس. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ها نحن نلتقي في هذا اليوم المبارك 22 من رمضان، ونحن في العشر الأواخر من رمضان، نلتقي في هذا الحفل الختامي لنعيش الجو الروحاني، جو القرآن الكريم، جو الحديث، جو الأربعين النووية، مسابقة التي تمت الأسبوع الماضي بمناسبة 16 أبريل يوم العلم. ها نحن اليوم في اليوم الختامي
لينال كل أبناؤنا جوائزهم حسب المراتب. ونتمنى لأبنائنا إن شاء الله الخير والفلاح والصلاح. أصلتنا نفسي وليبتنا عن كل إطارات مدير الشباب والرياضة، أرسائنا اليوم أن نحضر هذا الحفل المبارك في هذا الشهر المبارك بمناسبة ليالي رمضانية. أرضأت على كل هذا مدير الشباب والرياضة كغيرها من باقي القطاعات أن تحيي أو تبرمج عدة سهرات وعدة مسابقات فنية وثقافية بمناسبة الشهر العظيم. بمناسبة إحياء ليلة القدر تحت عنوان ورتل القرآن ترتيلا بدار الشباب بلدية الصبحة، أرجو الله أن يوفقنا ويسدد خطانا في إنجاح هذه العملية إن شاء في إنجاح هذه المبادرة إن شاء الله، وأرجو الله أن يوفقنا في ذلك. معكم الطالبة بوزيان فاطمة الزهرة، تدرس السنة الثانية شريعة من كلية العلوم الإسلامية جامعة مهران. لقد شاركت في هذه المسابقة الأسبوع الفارغ دار الشباب بلدية صبحة، وكانت أجواء رائعة، ولقد استفدنا من هذه التجربة والتي تقام لأول مرة ببلديتنا، ولله الحمد والشكر.